خسركم نعمت كريت بينا نبرها لطاركا ديما دايم كرم صاير وقيم من دم نجري وقراضي كفي وقغلوم لفتي والدايم في الراس كلانا عالم كله أطهاقا لو يا لبارهد جهر تفي كي تتوصف بقيا لو يا لبارهد جهر تفي كي تتوصف بقيا لا تفكرينا لا تفكر من دل حكي قلنا لا برهد مفتي لا برهد ولا صابت وفينا مروت ممران بعقل وحنان بهيمان ودقان بكلو ديبا مخزنا حلفت منا أسننا لو يا لا برهد جهر تفري كي تتوصف الدقيا لو يا لا برهد جهر تفري كي تتوصف الدقيا ولد بحر السواحل الما كله فديا كريدتا من نوسى سبايتا مني لا لولد كيرمان تاريخ حفت من زمان وراح الليل لأمان نوس لحكي يا سارة زمان وراح ليت لأمان بوس لحكي يا سارة ودارة مدر بحر دوارة لو يلا بارك جهر تفي كي تتوصف بيا لو يلا بارك جهر تفي كي تتوصف بيا اندي حكو بولا تيل البزعة قولا صابت امور حسد سرعة عماركم كي تنتد كل فرعة كيتكم نكرت للباب كرعة فقدم كرعة
صحيت قري دخام صعري مخلوب زرقا دق حديقة كسر ربنا كنت قد مقدا قوم الصوار ناي حجر حلاوة رئيك كله العلي خلوه هيا هيا عيم سلام كا سلام حدر صحيت قري دخام صعري مخلوق زرقا دق حديقة كسر ربنا كنت قد مقدا قوم الصوار ناي حجر حلاوة رئيك كله العلي كله
صحيت قري دخاب صعري بقلوب سرقا دق حديقة كسعر بدل كتقت موت قدل قوم الصوان اي حقر حلوة رئيكا بكلوه العلي خلوه هاي هاي عيما أيها السيدات والسادة، في هذه اللحظات يدخل فخامة الرئيس ياسف أفورقي إلى مكان الاحتفال. سيداتي وسادتي، إذانا ببدء برامج الاحتفال الرسمي بالذكرى 30 لأعياد الاستقلال، فلنستعد للوقوف دقيقة صمت في ذكرى الشهداء. كبراتن كبرانن وقعوص بالمبل سلاسة عامة ناس اللتنان ومجبمار نذكرى سماعتات ندالو ذكرى سماعتات عرف سالفانيو برا مانتي
سلفنا الآن أدعو مفوض مفوضية الثقافة والرياضة سعادة السفير زمد تخلي كي يلقي كلمة الافتتاح. كابز غسلنا نكومشنر كومشن بحلن سبورتن أمباسادر زمد تخلي مخفت غال نخس معنا بخبر نعدم. كبور بريزيدنت هاجر إرترا أتو إسياس أفوركي كبورات لعلوت حلفت هكدف منيسترات لعلوت أز السراويت مراهت هايمانوتن ديبلوماسينياتاتن كبورانن كبوراتن نابد دالينا يزلنا زخر سلاس عامد سنبل ناسنة إرترا زيت دالو مدب انكو عبدحان مزاكو نغلنا بروز غني وانو وان زبناون عالمون حمام تلاقبكم مخانو متن لعلواي حي الامام المكل خالو زوسدو سغمتي بغبون مترغام كمناتنا اجامون ازي ادلينا ياو زلنا مدب صمبل نزي ابغمت زاتوي مدباتنا وتادراو سلفن سنطباوي اربوتن زحاف زحاف خوينو كم مدم دمغا رشيد مريت زدت قال المخانو بأخبروت يحبر كلهم أكلات من قستي جنبار محبرات أم مسنا دوتاتنا ززك قالوا ما بركتو غيروا من نايم كم أون دايركترات ديانو سنت بباويان تكنيشانات بتملو بتحبارهم مدباتنا أبتقبارن خبت أخيل ويو بحبار نقول ما كل نتفتنا استخافلو لباوي مسجنا يبصحيهم. أبي أوروبا أمريكان زلوا سنة بابايوانون مزي مدواتنا استوها هذا مدوات عداليوم. أبتمر مصحهم بسم أجراوي أو هادش مقلة بعلات مسجنا يبصحوهم صحيهم عود نحفش. فخامة رئيس دولة إريتريا الرئيس ياس فوركي.
المحترمون كبار مسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، السادة الوزراء، قادة الجيش، رجال الدين والدبلوماسيين المحترمون والمحترمات، مرحبا بكم في هذا البرنامج الذي أعددناه بمناسبة الذكرى 30 لاستقلال إريتريا. كما هو معلوم للجميع أننا في زمن جائحة عالمية وعليه قامت الحكومة الإريترية حفاظا على سلامة وصحة الشعب باتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة هذه الجائحة عبر لجنة المهام العليا المعنية بمكافحة المرض، وبدورنا قمنا بإعداد هذا الاحتفال بمراعاة هذه الإجراءات. وأود الإشارة إلى أن برنامج الاحتفال يتضمن عروض عسكرية وفقرات فنية، وفي الختام سيكون هناك ألعاب نارية. وقد أسهمت العديد من الجهات الحكومية والجبهة الشعبية والاتحادات في إخراج هذا الاحتفال بهذا الشكل البهيج، كما كان للمشاركة الفعالة للمخرجين والحكام والفنانين والفنيين واللجنة الفنية التابعة للجنة تنسيق الاحتفالات الوطنية دوراً كبيراً في نجاح هذا الاحتفال. ويسعدني أن أنتهز الفرصة لأتقدم بشكر أجزله لكل من ساهم في هذا البرنامج. النصر للجماهير. قتيلة نخبر برزيدنت هاجر إرترا أتو إساس أفوركي نزخبر معالتي أملكيتو قال كسمعنا بأخبروت عدم كور هذبي إرترا أوشتن وطعن نخبركم تساتفتي ونقوى نمبل ثلاثة إلى تناس النتا بصحنا يوهانا نودبتي ذي سنبل كعا لعول مسقانا رزنتن ما أزان إذا عز استعلت عمت عمت النزايد مخادو كينو بهتان حبنن بزحات حكتات غسكسن لزخاخرني مسرت وي مبقسي نايت رزنت دحري قال أي على ما هو غينات حقاو مسل هزب إرترا ناصنتن لأولاونتن مستعفنة هزب إرترا نبارنتن مجزعتن علاقن حيل موقتن شطفن مصدعن كير عامة نحمس عمتات كابشحن شعت تميتن أربعان حدن كسابشحن شعت تميتن تسعان حدن بصنعتن جغننتن مكيتو كبيد مسوعة غفيلو ناصنتن لأولاونتن بفتحي زرقا قصلو حولتي إذا حلف ثلاث عامات ناصنت كعا حزب إرترا نتي مسوعة خفيلو بفتحي شبيتو زرقا قصول أولاونت أمكن خانن محلاون زتفلا ليو بالدهوتات مكيتو سلا زخبر أيو رزنت نايدا إلت زقوله سسعن قباتن أجنداتات سلا زي بليين سلا زي تقت أنجن أبزن زحلف أسلاس عمتات ناصنتنا بالدخوطات كمتي نايكد محمس عمتات بوزوح ملكعات كغصت تخائلية حاد خابقو مسمس دوباوي قيشتاتي نيرو أكرا خارنت دينا ورو حنصاصات مقزاتاو دوبات كم من ناقوتي قروبا بتي نامزمزكا ولولوات فت إركاب من محدار نإرترا جهون محاز كابزت حقنو شرحتات حانشن بادمن هيو أبنتات يوم بفلو ينت أبناي بادمن مثلنا إك إيادن نايم ودعتان فرداو بيين أو كل تشعين كلتن لولو مريت إرترا تغريرو كامزت أنحن مقبار زدفت سمع علو حادة مرعيا نايتي أنصار ناسنتن لولو نتن إزبي إرترا
زغتسلة تصابو أطاتي نيرو من نقاط بمسمس دباو قيشتات قن نشوخات قباتي أجنداتات أي عقبان مغطة هزب إرترا سلزي سلكيان زي تسنفن بحاسوتن تقنين شبرا كسي مسريتكا بعلقا خساسن مسكارن فرادن كسعن بمخان أو كل تشعن تشعتن نبايتو تاس قديت كاز حلفة والساني إقدان زغطلو حسيان مغط سلطان كال إقسن نايتي تصابو إينيرو هاقراو ناصلنتن لأولاونتن نمسسان نممسان وقحت أبحزه كان قطباؤون بوليتيكاون شرحتات ناي حصور حسطات ذي أسيت أنسن أمراو غينات كما ملأتا تصابقو ناي تحموم قبات غنيت سفرن رفتن هين وران كل زي تغطاتا لصابقو تاتنا هاقراو ناصلنتن لأولاونتن ببزموصو نابر عنا مسكده سب قبات أجنداتات بتقند قال قالي أم أجندا ويانه صوت أم سبقه بتحيد أيد سال عقلنا خا الأولى ومريت إرترا وريركان أسرع متات محزون فادا فايدة سلزيت رخبلو بتقال ناب قص قص قبس أتاوي حريا تهنديدم عندرا متقعتي أربعة حدر كل التشحن أسران أنكيلوم ميسايلات وروي روميا تعندار متقعت مسبر عنه تسلبيت كان إيرتران متعن تقايدن زكايدن بروباغاندا حصوت نايز شدش توارح قاع عالم زعزوب وزلو كل شتفن في شناني نايزا عللت عدد مبل ثلاثة عامت رزنت زبي إيرتران مخطوه خيسل كيان كي تسنفن ناصنتون الأولى ونتون أمكن خانن محلاون زمسكور عوض بقلازيو دقيمة يوهانا نهزب إيرتران جاغانو حيل سات مكل خالون نخبر كنن نخبر كمن ناصنتن الأولى ونتن مكن خان كونا محلاو نايس السعات قبتي دحنا تاو تصعب أوتات مكاترة نبران بزاد ما لم عتاو مخته هاجر مهناس ون بمعرة قدامنا تحزة تلوقا ينيرو سلات بسلات كنا أبز تفلا ليو عود ساتن بروجكتاتن كم تزب هاجنايون بتزقي سنايون نهرن كنجسكس عين خالمبر قدامنا تنا عيسن نفنان مرشانا نهرين موساخ قدمو مستحبرو تغليسو مزلو مدبات مزي تدلب تمكرو وطسي تاويانكم زخونو خاا هاي التراترن نخبر كنن نخبر كمن منالبات مثل معتاو مدباتنا نمخطن قطاو تزامادنة زلوو اواناو قداي لبدا كوفيد عصرتو تشعطة اينيرو أبزن زحلف عمتن منفقن اتلبدا بعلم درجة أخطي الوز اللو نوصن هلكتن ندقسب ملبه من مصوعتا إن رخبالي قال نزتفل عليو قطباوي أمراتن ملكعتاتن كونه لمعتاوي حرياتات نمحبراون كليماون تعناون قنزابتاتون أقداسي شراتات كفيتو اللخبالي قال أبتعن تعنو بوليسيتاتنا نسرار حنان رأي ذيك ونه ضخاماتنا كنللن ناي آقا متعرراي كنتعطاتون ونملببو خوينوس لزولو تكورنتنا خيزلقنا كلو قناوي ناي مرمرن مكل خالن فووسان عقمتاتنا نقولبتنا ندحنتاون لمعتاون مخطنا بعلو تامين تخيش اللو أب تحت ملو مقوط صار كناتو كيسل كنا كنساتنا نخبركم نخبركن مزز الله ربط على ماون زباون كستات لولاون نتنا نص نتنا كينو مكنخان محلاون دحنتاون لمعتاون مختنا أحيلنا قسناس قس قسنا من هار
تخلص زلو حفشاوي مرحا كتت كم زاد من الرقاص سفيح هزباو حيلز قلبتو نتفتات أبز كايد مدبات تبقصوتاتنا خنحيل الناس دخاخركو أورا أوصعي زلو زيقاتات مزلوهم فلو عدلات أو كل جنبارات سوطا فيهم كخعبتو اللابو أبز حلف سلاس عمتات كما قد سألتا حرنتاو رشانان هاقراوي سلطون كبرتاتنان أب هاقراوي دحنتن لمعتن حمرتن كدميتن كوينوم زوفيو زلو حيلتات مكلخال حبنن موسان معاهم نباري زخرن كبرتن نسماتاتنا عوضنا عفاش أيها المواطنون الأعزاء في الداخل والخارج، سيداتي وسادتي الحضور الكريم، هنيئاً لنا بهذا اليوم العزيز الذكرى 30 لاستقلالنا. واسمحوا لي أيضاً أن أعرب عن شكري وامتناني لأولئك الذين نظموا هذا الحدث. إن أهمية وروعة هذا اليوم العزيز تشع أكثر مع الوقت عاماً بعد عام، وتجاوزاً للابتهاج والفخر الهائلين الذي يغمرنا به هذا اليوم، فإنه يدفعنا إلى التفكير في العديد من الحقائق التي لا تمحى والتفكير فيها. إن الأساس المتين والخلفية التاريخية التي تستند إليها أهمية يوم الاستقلال هو النضال الذي خاضه الشعب الإريتريي ببطولة وصمود لمدة 50 عاماً، من عام 1941 حتى عام 1991، لتأكيد استقلال وسيادة بلاده من خلال تضحيات جسيمة. وكما حدث، فإن حقوق إريتريا القانونية والطبيعية غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة قد قمعت ودوس عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أن الشعب الإريتري رفض الانصياع للعبودية والاستعمار والخداع ومنطق القوة، وعبر صموده وبطولاته وبتضحياته أنجز استقلاله وأكد عليه بشكل قانوني. كما تتجلى أهمية هذا اليوم الميمون في صمود الشعب الإريتري على مواجهة التحديات المختلفة وإحباطها في 30 عاماً الماضية بعد الاستقلال، حفاظاً على السيادة الوطنية التي حصل عليها من خلال التضحيات الغالية والعدالة وحمايتها. لكن استمرارية أجندات الجشع والهيمنة بقيت سائدة دون رادع فعال، ونتيجة لذلك كانت التحديات التي كان علينا أن نواجهها في 30 عاماً الماضية تماماً كما كان الحال في 50 عاماً الماضية عديدة ومتعددة الأوجه. كانت إحدى هذه التحديات هي النزاعات الحدودية غير المبررة، حيث أسيء تفسير الحدود الاستعمارية التي لا جدال فيها لإزكاء الصراع بين البلدان المجاورة، ويعتبر صراع حانش وبادمة شهادتين واضحتين على هذه المخططات التخريبية التي كان هدفها النهائي هو إبقاء إريتريا رهينة عن طريق إثارة الأزمات وإدارتها. وفي حالة بادمة على وجه الخصوص، فإن المحاولات المبذولة لضمان استمرار احتلال أراضينا السيادية على الرغم من قرار التحكيم النهائي والملزم لعام 2002 هي مظهر من مظاهر استمرار العداء تجاه استقلال الشعب الإريتري وسيادته. إن احتضان النزاعات بحجة الخلافات الحدودية لم يشبع شهية أجندات الهيمنة، وفي الواقع لم تستطع هذه المخططات التخريبية أن تثبط أو تقهر مقاومة الشعب الإريتري، وعليه تم اختلاق مزاعم ملفقة عن الإرهاب وفرض عقوبات على إريتريا في عام 2009 من خلال الضغط الشديد على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تولى مناوئو إريتريا الرئيسيون أدوار المدعي العام والشاهد والقاضي. هذا القرار وما أسفر عنه من أضرار هو الوجه الآخر لاستمرار الأعمال العدائية.
وعلى هذا المنوال تم اتباع مختلف الأدوات الاقتصادية والسياسية بلا هواد من خلال حملات التشهير والشيطنة عن طريق اختلاق أكاذيب رخيصة لتعزيز وتكثيف الأجندة العدائية تنفيذاً لأطماع الهيمنة الخبيثة. عندما هزمت كل المخططات والأعمال العدائية المتتالية لتقويض استقلالنا الوطني وسيادتنا بفضل صمود شعبنا وقدرته على التصدي إلى جانب غرق خادمهم الرئيسي زمرة الويانة بشكل متزايد في مأزق مستعصٍ وانتهاء لعبته من جهة، ولأن صبرنا في وجه احتلال أراضينا السيادية لمدة 20 عاماً قد أتى بثماره ولم يجنوا منه شيئاً. كل هذه الأحداث دفعتهم إلى اللجوء إلى إجراءات طائشة بلغت ذروتها بهجمات 4 نوفمبر الماضي المتهورة، وهوجمت أيضاً إريتريا بالصواريخ. وبعد أن تم إحباط الهجوم غير المسبوق والمتهور، تم الشروع في تنفيذ حملات دعائية مكثفة وكاذبة لتوجيه الاتهام الخاطئ إلى إريتريا وصرف الانتباه عن الجاني الحقيقي. وهذا عمل شائن من الخداع السافر والإفلاس يلاحظه العالم على مدى الأشهر 6 الماضية. بهذه المناسبة تقاس أهمية هذا اليوم الميمون للذكرى 30 لاستقلالنا بالمقاومة والصمود غير العاديين للشعب الإريتري من خلال انتصاره في حماية سيادته واستقلاله والحفاظ عليهما. لذلك أتقدم مرة أخرى بالتهنئة للشعب الإريتري وقوات دفاعه الجسورة. سيداتي وسادتي، لم يقتصر الحفاظ على الاستقلال الوطني والسيادة والحفاظ عليهما على مكافحة التهديدات الأمنية المنبثقة عن قوى الجشع والهيمنة، وإنما عملية بناء الأمة من خلال الصمود التنموي الفعال مهمة تتم متابعتها بأولوية متساوية. وعلى الرغم من أننا ربما لم ننجح في تحقيق تقدم ممتاز في كل قطاع على حدة وفي مختلف المجالات والمشاريع بالوتيرة المتصورة وفي حدود تطلعاتنا، فإن سجل الإنجازات في المجالات ذات الأولوية مرضٍ، ولا يساورنا شك في أنه سيتم الإسراع في التقدم الشامل في الفترة المقبلة بشأن البرامج التي تم وضعها ومراجعتها بالفعل. وبالتجارب التي تم اكتسابها حتى الآن ستكون هذه الجهود مثمرة في هذا المسعى. المحترمون والمحترمات، الأمر الآخر ذو الارتباط المباشر مع برامجنا التنموية وتصدينا هي جائحة كوفيد-19، فالهلع الذي غرسه هذا الوباء والخسائر الفادحة في الأرواح التي نتجت عنه على مستوى العالم في العام الماضي لا يسعها إلا أن تشكل صرخة نداء إيقاظ للبشرية، وقد أثارت وطرحت أسئلة جادة حول المفاهيم والمقاييس الاقتصادية المختلفة، ووضعت مؤشرات هامة حول الخيارات التنموية والصحية والمناخية. وهذه الجائحة مكنتنا من تحديد أوجه القصور في كل من سياستنا الصحية وطرق عملنا وتنفيذ التعديلات المطلوبة بوقت مبكر. وفي هذا السياق لن ندخر جهداً لوضع تهديد الوباء تحت السيطرة الكاملة، وسنعمل مثابرين لتعزيز قدراتنا البحثية والوقائية والعلاجية الشاملة حتى لا تؤثر سلباً على سلامتنا وأهدافنا التنموية. المحترمون والمحترمات، أن الوضع الأمني والإقليمي المضطرب السائد يؤكد على ضرورة تعزيز مساعينا التنموية بما يتجاوز الجهود التي نقوم بها للحفاظ على استقلالنا الوطني وسيادتنا وحمايتهما. في هذه المناسبة أحث على مبادرات أكثر ديناميكية ونشاطاً من أجل التنفيذ الفعال لبرامجنا التنموية على أساس خارطة الطريق التعبوية العامة والمنقحة والتي تستند على مشاركة شعبية واسعة. وعلى وجه الخصوص أحث على زيادة مشاركة المواطنين في الخارج في ضوء إمكاناتهم الأكبر وفرصهم المتميزة. اسمحوا لي أن أعرب عن فخرنا وامتناننا لقوات دفاعنا التي تواصل لعب دور محوري في كل من أمننا القومي ومهامنا التنموية من خلال الحفاظ على التراث الغني لحرب التحرير والقيم والأعراف الوطنية الحضارية. المجد والخلود لشهدائنا، النصر للجماهير.
كابزي قصيلو والتهدراو سلفي كنازبنا. الآن نتابع عروض عسكرية تمثل مختلف الوحدات. يوهنا وفعنا مبل ثلاثة عمد نازلنا ما أبكعنا وثروا نخل دلوع التهنئة للشعب الإرثي بالداخل والخارج بمناسبة الذكرى الثلاثين لأعياد الاستقلال مستعدون دائما لكل الاحتمالات لموعود حيدتات متلخال إيرترا حيدتات متلخالنا هزباول سرد أبنته ناي هزب سراوي زي السعد سراوي التمال اللومن زي نزف حي لبخدا المعدن سراويتنا سراويت دبي سراويت هزبي سراويت حبن سراويت حدرن قبرن سراويت مبسعن حقن والتا هجر سراويت إيترا والأمان الجيش الرافد على الحدود أرضا وجوا وبحرا بكبرياء رمز القوة والثبات مصدر الطمأنينة والأمان وسر العزة والكرامة أرض معاد مثل زبالة بقعد هاجر زهنس هاجر زمعبل كل اندنه زي بقى نهاجر زنبر نهاجر زنبر حيلي سراويتنا نهزب زقدم نهاجر زقدم كل انتونه نبانديرا زقوم زي نصف حيلي سراويت حقي كابدغتو سلام برهان ناس النزبرة وجهانو إذ يوم تفسال لايت زيب كأل زمسل زخانو لرئيس حيالان عالم تسعرو كواخب تهجر تقاد التزبع ومبار حرنة إيرترا قوات جيشنا الشعبي مناضني الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا جنود انتصروا قامات من عزيمة موفورة الكرامة حملوا أحلام أمة هزموا العظمى وعادوا أجر الحرية والاستقلال حيل مدرنا دوب ناز اسمعوا لعلا ونت ناز اخبروا اما اقل اسمي نحفش وكل مدى يزقف والتا دحنت عيلة مدرنا سبت ولا عمام ذكا لا خلو الزدمعون سراوي الدمعات
قواتنا البرية درع الوطن معاود البناء والتنمية. حيل بحرنا سفح قماقمنا حفرن كبرن خون معبل حيل معبل زفزب ولو يقالو أبدي استراتيجي قاو بوتا ناي هاجر وحس والتا. نحن في البحر جحيم تحت الماء دأبنا الأقدام لا نخشى الفناء يذكر التاريخ عنا من قديم أننا في الحرب عنوان الفداء. سب تاريخ سب قيا بلعلة أفر زدنعو كل سمايات زوحسو كبرت هاجر دقيمهم تاريخ تسرحو فرسان الحزم والأمل حماد الأجواء يعرفون الأرض بالمواقع والأسماء يستقبلون الريح والمطر ومطلع الشمس والضياء يسهرون على درب القمر ويحددون المواقع للنجوم نسور الأجواء قواتنا البرية. حيل تاسقطان بوليسن نتا باهلين جونتن نتونن هاجر نتا حفرن كبرن حبرت اسب زيادة كبرن معرقن زلبسو ناي هزب حيل هزبي قوات الشرطة والأمن العيون الساهرة أمان الديار هذه بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها. إنه تقبل حدري من جس عاد معبالي مسرت مسائي درعن وحسن هالتا يوهانا نزك برتات قداموت وريسو نزل عبيت ساعاتو بزي دبزنا زوك في ظلو أرساي من إسي إرترا الآباء آمنوا بالوطن حرا وترابا مباركا سقته الجباه والقلوب بنبضها وهاهم حملت مشاعل أبرزهم وطن العز فامتلأت بياض الأيام بالأبطال يتوارثون قيم التضحية ونكران الذات جيل إثر آخر أبطال الخدمة الوطنية. Thank you.
سنت بباعوس راحت خونيو بقدام النت سنت ببنيا هي لما لس عدي عد سورة تبل هب بدر في كتاربلنا ثم يلقي علينا الأستاذ الشاعر أحمد عمر شيخ قصيدة بعنوان 30 عاما تتمحور حول المسيرة والمراحل المختلفة التي مر بها الوطن والشعب الإريتري بدءا بالتحرير والاستفتاء مرورا بمرحلة إثبات السيادة ومسيرة التنمية. Yeah.
إريتريا 30 مايو البداية والثلاثون إطار والمقاصد 9 في 1 في 1 والأساور شعلة هذا السوار ثورة موج نهار يزهر الورد على سفح الموائد والفرائد جمع المعاني حرية الكبرى نبع الأغاني والأفق السديمي فنار اللحن شاهد إريتريا المعنى شعار واندحار المستعمر الداجي حكاية مغرم الحلم فتون فخفقي عز الحصون شامخات الوعد آية بلدي قوس المدى فاشهدي رطل أوراد شدى مرقدي شعبنا شد الرحال قال لا للضيم لا للاحتلال والمواجد مشعلة يهتف الشعب العظيم لا للمغتصب العاد الرجيم نعم للاستقلال 1,000,000,000 نعم يهدر البارود والعزم نضال والجبال يصدح النجع مقال إريتريا حلمي مصيري 99.8% الاستفتاء نبضي وأحاسيسي شعوري رعدي برقي وهديري والنجوم إريتريا الأم الرؤوم يذوي أنين قوافلي والسنين عمقي ووتيني أرضي نعم يصدح الترب نغم يا بلادي شوقي وآمالي سيري للعلا إلى العلا والأمان ماثلة حري زمهريري رايتي رمز الوفاء والبطولات احتفاء وطني موئل الشاد انتماء والأزرق البحر عناق علم الخفاق يا دهر عتاق أحمر هو الدرب دربي والفداء واصطفاء عشبي الصادي نماء والولاء أخضر لولبي الخطو أنسام وماء من جلي محراثي وفأسي وأنفاس البليلة عرس الكبرياء غصن زيتون سما فوق أحداقي هما والأصفر الزاهر ارتواء إنساننا العز بقاء يا بلادي مايو 24 كن يكون والأرض سطور المجد أمجادي رواية والعيون ثورة الأحرار غاية فاهتفي رايتي للتمكين راية شعبنا الشهم الأمين إريتريا العهد المكين 30 مرايا والمسافات حنين هي ساوى مدينة الفعل النجيب وردة المعنى المعاني مصنع الأجيال والفتح المؤثل يا رهاني والآتي الغر درعنا الواقي
والعزم خطوب إلى الأمام سر وجبات الشعبية صمام أمان إريتريا المستقر النصر للجماهير هو النصر ركائب العز تمر نقف الحر الأبية ساحل الدرع الأمين هضابي وسهولي متاريسي دفاعات العتية بوحي سري وجهري خيمتي والقضية عملتي نقف البهية إعزازي وفخري وشوادف مطايا حبيبتي أنت عطري أوقات المخملية أضربي بعصاك البحر يا أنثايا بحرنا الأحمر يدري وسنابيك شجية انبعاث الروح والنصر المؤزر سفني مراكب الحب الندية ينتبه الصمت شجار والديار تفيق على غدر ونار وجنود المهمه الضافي إزار والحدود نداء بادم الوفية والرصاص البندقية عد مروق إنه العرض مصون والشروق والطواغيت مجون سهولي وهضابي والحزون إرتريا القلعة الأبية نحمل المعولة وفي الأخرى عهود نكسة العاد صدود شعبنا الصلد الأبي شارة البعث سيادة والإرادة شعبنا الفعل النبي والمعالي مطلبي ها هو الرد مجاب والرغاب أرتال السحاب النجيع المستطاب والمواسم ميسم الآمال المواويل خطاب إنساننا الحر الفتي عصر جديد والفوانيس ختام القادم المستهام فجر الأكيد إريتريا قوس الفرح صوب الأولى نصب الخيام نور الطريق شاد الصروح جسدا وروح والحاضر الآتي بريق إريتريا ورود مشتلنا النضيض والطريق والمسافات وعيد ركضي شدوي العنيد اليوم عيد عيد وعيد والثلاثون المضت أوزاني وعمري والنشيد زمن مديد عيد وعيد وإريتريا في القلب أحلى حكاية في الدرب ترياق وغاية كل عام وأنتم وأنتن بألف خير ويمضي المسير إريتريا 30 وي إيرترا 30 زرستا مونولوج قتمي قتامي أحمد عمر شيخ بعرب كاربال ناسانيحو قسيلو نؤس ود نؤس منبار زيب لسيه محلاس ووحيزو رهازكين قسيه أو حسواريمو أبزت عموان بهلسانيحو تهاجري مبال نابله سنة ببنيا تخلق في مريم والدخول كبرناي موجس بالحداس درفي كسمعناه
صحيت قري دخام صعري نقول بسرقة دك حديقة كسعر ربنا كنت قد مقدل قوم الصوان أي حجر حلاوة رئيك كله يعلي خلو هيا هيا عيما سلام كا سلام نقول ونا تاريخ حتى نعرف سلام سلام محبيرا لوا عبد الله سيد الله هو خبل الله عقل تحب من بيتك انت معك وحسن السلام نخدم الضحاي إذا عاق سقطة حد حدنا ذمامك عبد زيد بلح من شعب دمك نقص وتنقص من بر يبلتك محلى سوء حيدو رحز كيانتتي عمري سواريمو عافت حبوان بحل قاني حوو في حجر المطان عبدت حبوان
نحو في هاجر المبا هاجر يا بلين قبل سوزا حريا قدني خوخون كمالو دلايا تخبصوا بحري عزيزة عمي أخيك بحمدة سمعنا بدمو لابوي يخون صباح سقس المسائي دموق يمنغطو تزخو برزعي أبرك وأخويتا كفل معيو واحد يخمتي ما ناتني جميل لا 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 لوبي سربزنا بينتق لسماي سليب ليب زي بلوك تقرب التحاي بمناز فسوسو حتحز ورارس اري تراونتنا كبرنا يموكس العرض التالي يأتي تحت عنوان ذكرى 30 عاما يعكس رحلة الوطن بكل مراحلها خلال 30 عاما الماضية عبر عروض موسيقية وغنائية ورقصات. مرية عسران أربعة قنبوت كل تشحن عسران حدا كنغربوك أبزس أنحنا مرئيتات بعينته فليز بلي بخر فتنيو أبز مرئيت زي أربعة كوندكترات أرنجرات كإلاتات موسيقى أستاذ حمسان كلتن زبناويان يتاون مسارحيتات زو تساوتو موزيك أنياتات عسران أربعتن نسلست ولودتات زو كلو دمساويان أستاذ سلست ميت تلاهايتي استفلاليو قجلتاتن قجلتات بحلن تمهارون كمود ما أستاذ شحن كلتميتن تمهارو أبدحر بايتاو مرئيت تساتفو مالو إذ مرئيت زي بسم مرئيت زخر 3 عامتات ناس امنت زو عكوينو أبوشت زنز حلفا 3 عامتات ناس املت بزتقهدو عبيت في الصاميتات بملكع زخري طعم زيماتات أسن ليت تلهيتاوي من كسغاسن نتن العلو في الصاميتات زقلصو درغن تنكسغاسن سئلتات أب إل إي دي بمسناي زغرب تحستو زحا أوفيو زمر إيت زي حفشاوي دايركتر ناي زمر إيت نقاسي قبر دنكل مهندسنا سرعة دمسن برهانن شام قال ابن كوينوم قالوت بوزحات نطبمنياتا استساتفو سراحزي اتن قداموت زقربالنا امبار ناصنت تبلنا يمانه غبر ميكائيل بشحن شعتبيتن 93 سدرفت اوريون صالح كقربالنايو كونداكتر فصوم يوحنس سلاهايتي غوجيلا ادماس اسعيبا ارينا زرستانا ابراهام افورقي شحن شعتبيتن 96 بدمصاويام فيليمون قال اب كديجا اريام كونداكتر بارناباس مبراهتو تلاهايتي غوجيلا ميراس سالسيت درفي جيغنا جيغنا وليدو بدمصاوي برخت منغستاب زغربوا دمصاويان برخت منغستابن ياسو تسفاهونين كونداكتر بارناباس مبراهتو تلاهايتي غوجيلا والتا رابعيت درفي سالوبا احمد ود شيخ بشحن شعتميتن 98 سدرفت كوينا زغربلنا درافاي محمد إدريس عبدالله أشترانا كونداكتر محمد صالح تلاهايتي قجلة أدماس حامشيتي سعيبات تقرب درفي قبيكا همشا بمحمد درف شحن شعاتميتن تسعان شعاتن استدرفت كوينا زغربلنا درافي محمد درف كونداكتر محمد صالح تلاهايتي قجلة سبريت شات شيتي درفي ديمانيح تاريخ محمود أحمد بخلت شحن سلستن استدرفت محمود احمد كغربلنايو كونداكتر شام كالاب تلهايتي ميراس سناي مكتتال
Thank you.
أبقي يا لمقات أم أبوت عوامينا كلنا الحضر الحضر كرمان تحارش كيرك تلملمين ودع الناس كتلمين وغمين وعبر وعبر كرمان سحبنا لتضيع فيه وسيونا يبقى من تغيير والله كرمان I'm gonna go.
ملاقو وغلوك تقر وقادم يوك الكنداقو وغلوك كميل جنتش تاكل لفاقم بيزن ودريش بدايم كورا تبايد Oh,
محمد درف بداويت اقبيك هام الشام كتاتل صنحنا سعيبا زغربا ديما نيحي تاريخ بمحمود أحمد كوندكتر شام كالاب تلهايتي قجلة بهل ميراس أسعبا بلنا أف حليب ناي زينب بشير بخلت شحن حموشتن سدرفت دمساوي زينب بشير كتغربلنا كوندكتر شام كالاب تلهايتي قجلة بهل والتا سعبا أغيناي بآدم فايد كل تشحن شدشتن سدرفت آدم فايد عامر كغربلنايو كوندكتر فتصوم يوهنس تلاهيتي قجلة بهل سبريت سعبا كخونيو ناي دمساويت رمديت ألم بخل تشحن شدشتن سدرفت رمديت ألم كتغربلنايا كوندكتر فتصوم يوهنس تلاهيتي قجلة بهلي أدماس أسعبنا ليفاي بدمساوي تسفاي محاري فحيرا بخل تشحن شوعتن سدرفت دمساو تسفاي محارف حراخ أربلنايو كوندكتر فتصوم يوهنس تلهايتي قجلة بهل ميراس سعبا ويني هيلناتي مريم شاوش بخل تشحن شمون تنسدرفت مريم شاوشن هيلناتن كأربلنايوم كوندكتر بارنباس مبرحتو تلهايتي قجلة بهلي سبريت سعبا زعلمنا بدمساويت إلسا كداني كل تشحن عصر تنسدرفت دمساويت إلسا كدانا خطأربلنا يا كوندكتر فتصوم يوهنس تلهايتي وجل بهل والتا Thank you.
Thank you.
ويوم راكو تلك حزوتها